سيداتي وساداتي، اول فقره هتكون مع نجم الحلقه وهو الفنان ابراهيم سعفان. اهلا يا استاذ ابراهيم، اهلا بيك في لعبه الارقام. احنا تعودنا في البرنامج ان احنا نتعرف على النجم اكتر ونعرفه للجمهور اكتر عن طريق ارقامه، فنقدر نعرف برضو ارقامك عن طريق مثلا سنك اولا. سني 7 × 6 زائد 4. 7 × 6 + 4 يعني عندك 46 سنة؟ معرفش بقى اللي هو كده. مش عارفة برضو. ما هي أرقام. طيب نعرف برضو عمرك الفني بقى. عمري الفني اللي كنت بقبض فيه فلوس ولا اللي كنت فيه هواية؟ بدأت تقبض إمتى وابتديت هواية؟ سنة 60 بدأت أقبض. قبضت أول أجر كام؟ يعني ما خدتوش لحد دلوقتي. مش معقول. بجد. ليه؟ ظروف. شويه نصب كده. طب حالتك الاجتماعيه؟ متزوج. وليك اولاد؟ 5. ما شاء الله. طيب برضو نتعرف عليك عن طريق اعمالك. مثلت في كام فيلم؟ بتوع 40 والعدد في الليمون. هم 44 كده يعني. طيب المسرحيات؟ مسرحيات 30، اعتز منهم ب10. اول واحده كانت ايه؟ اول مسرحيه. ايوه. الرجل والطريق والضبور وحركة الترقيات. دول العشرة. مع الشغل اللذيذ. لا ده انا بعد يعني ارقام. طيب بالنسبة للمسلسلات الاذاعية؟ كتير جدا. مسلسلات اذاعية. كم مسلسلة اذاعية؟ اهمها دماء على الصحراء. طب كم مسلسلة تلفزيونية؟ برضو يعني عايز اقول اهمها عماشة. عماش. طيب ودوريمي. ادوريمي؟ دوريمي دي كانت سنة 68. طيب. طيب احنا عايزين نسألك عن 3 حاجات في مجال الفن. أيوة. تقول 3 حاجات بيعجبوك و3 حاجات مش بيعجبوك في مجال الفن. لا يعجبني في الفن تجاهل النقاد للأعمال العظيمة. ده واحد. ولا يعجبني في الفن ان في ناس اللي بتقف ورا الكواليس ويبقى الواحد واقف يشتغل والناس بيكلموا في مجالات تانية. ولا يعجبني في الفن المتطفلين فيه. 3. يعجبك بقى. كتير جدا. ويعجبني فيه ان كل واحد يعني الرجل المناسب، الفنان المناسب. أيوة. في المكان المناسب. لازم 3 يعني؟ لازم. مش لاقي 3؟ لا مو كتير جدا. ما هو الواحد ممكن يقسم الى كتير يعني. يعني ممكن من خلاله نطلع حاجات كتير. طب نمرة. ونمرة 2 برضو يعجبني في الفن ان كل واحد ياخد دوره. يبقى في دوره يعني. ده بيحصل فعلا يعني. ويعجبني في الفن ان ممثل كوميديا ما يكونش مستظرف. يعني يكون انسان ظريف يعني بالسليقه كده. بالطبيعه يعني. بالطبيعه. طيب يعني طب دي حاجه من الشروط اللي لازم تتوفر في الممثل الكوميدي مثلا. أيوه. طب تقول لنا شرطين كمان. ما احنا قلنا بقى شرطين كمان في الممثل. دراسة مهمة جدا. الدراسة مهمة جدا. وبعدين نوعية الناس اللي الواحد بيقدم لهم الفن. يعني الفن لما يكون على الأوبرا مثلا إن شاء الله بعد ما تتبني بقى. غير الفن ما يكون مثلا في فرقة علي حبشة. يعني نوعية الجمهور نفسه اللي بيتفرج. طيب يعني أنت قبل ما تاخد عمل فني معين بتشوف مين اللي هيتفرج عليه؟ ببقى عارف نوعية الفن ايه. يبقى انت عارف مين اللي بيتفرج عليك امتى بالذات. ببقى عارف. طيب بالنسبة قلت لي الدراسة مهمة، هل دراستك كانت اصلا في الفن؟ درست في الفن، تخرجت في معهد التمثيل. سنة كام؟ سنة 55. 55. ليك هوايات؟ ليا هوايات غير التمثيل. غير التمثيل بلعب البوزق. بوزق؟ ايوه. آلة موسيقية. وبلعب الأورج. الأورج؟ زي اخونا مجدي الحسيني. طب كويس، تعزف لنا حته بقى. لا ما هو مجدي موجود ما وانا مدربه يعني. لا صحيح. وبلعب كوره. بتلعب كوره؟ ايوه. متاكد؟ ايوه. في كوره هنا. بلعب كابتن. تلعب كابتن؟ ايوه. طب كويس. طب الحقيقه دلوقتي دي يعني الـ 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 الاسئله اللي تعرفنا عليها من او عليك من خلالها. ايوه. دلوقتي في يعني اسئله مسابقه. السؤال اللي هتجاوب عليه صح هتاخد عليه جائزة الفقرة. أوه. دي شهر مايو فيه اكتر من مناسبة. تقدر مايو. تقول لنا مناسبتين 3 في شهر مايو. والله اهم مناسبة بالنسبة لنا يعني كمصر. أيوة. العربية
ثورة التصحيح 15 مايو مظبوط، وبعدين أول مايو عيد العمال. عيد العمال مظبوط كفاية بقى. وبعدين المرأة طبعا أعتقد عيد المرأة العالمي ولا إيه؟ آه اللي هو سنة 75 هي سنة السنة الدولية للمرأة، وطبعا شهر مايو بيدخل في سنة 75. على العموم برضو ليك 2 جنيه عن ال 1000 شكر، وبس قبل تحطهم في جيبك على طول وانت مرتاح كده. اه مبسوط كده. طب دلوقتي مرتاح كده دي طبعا بتاعتك واشهر ايفيه بتاعك او اشهر جمله بتقولها. ليك كلمات تانية او جمل تانية في طبعا في روايات كثيره جدا، يعني مثلا في سنه مع الشغل اللذيذ كان فيه لازمه بعملها اللي هي ما بتضحكوش ليه، ما بتضحكوش ليه، كانت لازمه بتتعمل على طول كده بتاع الواد البيبي يعني. اه وفي طبعا في الضبور اللي هي انا مبسوط كده، وفيها في حركة تريات كل سنة وانت طيب، وفي حركات يعني لازمات حركية بقى. يعني بالجسم بقى. بتتوفر مع اداء الممثل زميلي الاصل يعني. يعني لازم تبقى في موقف معين عشان تأديها يعني. بتقولي ما تطلبيش مني حاجة لا يعني. طبعا المهم دي بتحتاج لحاجات وناس. طبعا المهم احنا بنشكرك جدا. العفو يا فندم. وكل سنة وانت طيب. شكرا.